example with one parameter. رح نبلش مع الفانكشن، النيم للفانكشن first name رح ياخذ one parameter اسمه full name من نوع string والreturn data type من نوع string. هل إجباري يكون نوع الباراميتر والreturn data type من نفس النوع الإجابي؟ لا، ممكن يستقبل string رجع دبل أو بوليان، هذا بيعتمد على البرنامج. الآن شو الهدف من هذا البرنامج؟ إنه إحنا نستخلص الاسم الأول من اسم من أربع مقاطع. الآن رح يعرف لي متغير اسمه dim first space as integer. first space رح يساوي لي full name dot index of أول فراغ موجود عندي في هذا الاسم. بعد هيك رح يستخدم لي full name dot substring، رح يأخذ من عند الصفر لأنه دائما المقطع الأول من الاسم أو الاسم الأول للشخص بيكون ببداية الكلمة أو ببداية الكلام، فمن الموقع صفر للفيرست سبيس. الآن شو هو الفول نيم؟ مرة ثانية إحنا بحاجة لجملة الاستدعاء لحتى يشتغل البرنامج، فرح نطلب من اليوزر إنه يدخل اسمه من أربع مقاطع. بعد ما تضغط على البوتون رح يجيب لي المقطع الأول من اسمه عندي في الفيرست نيم تحت. مرة ثانية بدون جملة استدعاء بدون event الفانكشن ما بيشتغل، فدائما نبلش من عند كلمة handles اللي هي الأيفنت. في عندي full name as string، الآن بحكي دخل الاسم من خلال text box. إذا افترضت أنه دخل علي أحمد كاسمه، فإذا افترضنا أنه هي القيمة هي اسم الشخص اللي تم إدخاله، مش شرط دخل إياه من أربع مقاطع، دخله من مقطعين بس. الآن أنا عم بطلب منه يطبع لي داخل التكست بوكس الثاني جملة الاستدعاء first name للفول نيم. الآن منلاحظ أنه في عندي هون فول نيم كأرجومنت، في عندي فول نيم كباراميتر. هل في مشكلة؟ الإجابة هي لا. الفول نيم هون عبارة عن متغير موجود داخل الإيفنت، يستخدم داخل الإيفنت فقط. إذن الفول نيم هنا هو عبارة عن متغير موجود داخل الإيفنت، استخدامه فقط داخل هذه الايفنت. احنا بنبعث قيمته او نسخه من هذه القيمه للفانكشن. التغيير هون ما بصير عليه اي تغيير، احنا فقط بنبعث مره ثانيه كوبي من قيمته اللي هي علي احمد للفانكشن. الفانكشن الان بيستقبلها، بيستقبل لي اياها. الان بعرف لي then first space as integer first space يساوي full name dot index of space. الان عندي علي احمد، شو موقع او الاندكس تبع الفراغ؟ ببلش الاندكس دائما العد من الصفر، فحرف الاي هو في الموقع صفر، حرف ال واحد، حرف الاي اثنين، فرح يعطيني النتيجه هون هو الرقم ثلاث. الان رح يعمل لي جمله الريتيرن فول نيم اللي هي علي احمد دوت سبسترينج. بدي اخذ الان سبسترينج من الموقع صفر، وبدي ثلاث حروف اللي هي اوجدناها من الجمله اللي قبل، فببلش من الموقع صفر بياخذ لي حرف الاي الال الاي وبرجع لي كلمه علي في النهايه. فهون رح يطبع لي كلمه علي سوري من البرنامج الموجود عندي. هون ادخله عندي فرانكلين ديلانو روزفلت، بس ضغطه بين عندي الكلمه فرانكلين. بنفس الطريقه اللي اشتغلنا عليها بعلي احمد رح يشتغل لي على هذا البرنامج. Using defined أو user defined function having several parameters، مش parameter واحد. الآن رح نشتغل مع مجموعة من الparameters. الآن اسم الفانكشن أو name للفانكشن هو pay، إنه دفع. فإحنا الآن بدنا ندفع لموظفين بيشتغلوا بالساعة، فالويج هو ثمن الساعة، الأورز هو عدد الساعات اللي بيشتغلهم هذا الشخص. ريتيرن طبعا التو باراميترز اللي عندي هم من نوع دبل، وريتيرن داتا تايب هو ايضا من نوع دبل. الان عرف لي اماونت اللي هو المبلغ النهائي اللي راح يندفع. سيلكت كيس اورز، راح الان بناء على عدد الساعات اللي بيشتغلها الشخص راح نحدد كم راح يكون الدفع له. هل هو بيشتغل ضمن نطاق الساعات الطبيعي؟ فاذا كان اقل من او يساوي 40 قيمه الاورز راح يضرب الويج ضرب الاورز هاي وينهي الاند سيلكت ويرجع لي قيمة الأمانت. غير هيك معناته أنا عم بشتغل إضافي، فإذا كانت أكبر الأورز أكبر من 40 رح يعمل لي ويج ضرب الأربعين زائد الآن ضعف ونص لباقي الساعات اللي هم الإضافيين. فلو كانوا الأورز قيمتها 50 الآن والويج قيمتها 10، فرح يضرب 10 ضرب 40 زائد 1.5 ضرب 10 ضرب 50 ناقص 40 اللي هم 10 ساعات العمل الإضافي.
مرة ثانية احنا بحاجة لبرنامج كامل متكامل حتى يشتغل الفانكشن. فويكلي باي فهون الدفع بالاسبوع او كل اسبوع كم الدفع. الاورلي ويج ثمن الساعة، الاورز ورك عدد الساعات اللي اشتغلهم. كالكوليت فلازم يعطيني كم المبلغ الصافي او النهائي. الان الكود الموجود عندي دم اورلي ويج وورز ورك اورز ورك از دبل، بيقرأ القيم عندي من التكست بوكسز الموجودين في الشاشة السابقة. الآن رح يطبع لي. لاحظ الآن أنه هون في جملة الاستدعاء عندي built in function اللي هو الفورمات كرنسي، وفي عندي البي، فدائما بنفذ اللي داخل الأقواس بالأول اللي هو البي، بعد هيك بننفذ عليه الفورمات كرنسي. الفورمات كرنسي أخذ قيمة واحدة، فعدد الخانات العشرية رح يعطيني إياهم خانتي العشريات صفر صفر أو حسب الأرقام اللي بتطلع. الآن هاي جملة الاستدعاء. نرجع على البرنامج هون. على فرض أنه اليوزر عندي استدعى بويج قيمته مرة ثانية يساوي 10، طبعا هون ما بتنكتب هي، بس إحنا رح نكتبها لحتى نعرف كم القيمة. الأورز على فرض كانوا 30. نبلش بهذا البرنامج. الأماونت القيمة المبدئية له صفر، رح يحكي لي select case hours. الأورز قيمتها 30 الآن، هل هي أقل من أو يساوي 40؟ الكونديشن صحيح، فرح يضرب لي الآن هون 30 أو 10 ضرب 30 وتساوي عندي الآن اللي هي 300. بس يكمل رح يعمل لي return amount اللي هي الرقم 300، وبيعملوا فورمات كرنسي فرح يظهر عندي دولار ساين 300.00. طيب لو كان الرقم مختلف، هون عندي 10 وقيمة الأورس هي 50، فرح يحكي لي 50 أقل من أو يساوي 40 خطأ، ف 50 أكبر من 40 صحيحة. رح يضرب الآن 10 ضرب 40 اللي هي 400 زائد 1.5 ضرب 10 اللي هي 15 ضرب 10 اللي هي 150، ف 400 زائد 150 اللي هي 550 رح تكون النتيجة النهائية. الآن اطلع هون عم بيحكي لي 14.5 و45 هم عدد الساعات، فإذا عم بشتغل إضافي 5 ساعات إضافية فرح يحسب لي الرقم. بما أنه الفورمات كرنسي ما حكى لي كم عدد الخانات العشرية مرة ثانية، فإحنا بحاجة لخانتين عشريات، فرح يفرجيني إياهم بالشكل الموجود عندنا هون. نيجي على function having no parameters، يعني ما إله parameters أبداً موجودين هون. فدم price هو رح يقرأ من التكست بوكس مباشرة اللي هو السعر، الكوانتيتي اللي هي الكمية. فمثلا دخلت على سوبر ماركت اشتريت بسكوتة، بسكوتة ثمنها دينار، اشتريت 5 بسكوتات، فالآن رح يضرب لي 1 ضرب 5 فرح يعطيني 5 دنانير في النهاية. لاحظ الآن هون انه البرايس رح يقرأها من التكست بوكس مرة ثانية، الكوانتيتي من التكست بوكس، الكوانتيتي انتجر لأنه عدد الكمية انه 4 حبات 5 حبات 6 حبات، فما رح يكون عندي دبل فاليو ابدا. الان ممكن استخدم هون سي دبل او سي اي ان تي وهي الاصح، لكن ما رح يعطيني مشكلة حتى لو استخدمنا سي دبل. نيجي على الديم كوست، ما حددنا نوعه نهائيا. الان نوع الكوست، الجملة هاي صحيحة ما فيها سنتاكس ايرور، نوع الكوست رح يتحدد بناء على الأرقام اللي رح نقوم بضربها أو الموجودة بعد المساواة. إذا أنا شلت هذا الجزء رح يعتبر الجملة سنتاكس ايرور. طيب هون كيف رح يحدد نوع الكوست؟ أنا عم بضرب برايس اللي هي من نوع دبل وكوانتيتي من نوع انتجر، فلما أضرب دبل في انتجر فممكن يكون قيمة صحيحة كنتيجة أو قيمة دبل، فالأفضل إنه نختاره من نوع دبل. في النهاية رح يرجع لي الكوست. جملة الاستدعاء رح تكون كالتالي اللي هي داخل الايفنت، فاسم الفانكشن اللي هي cost of item وموجودة عندي copy، نعرف هون مثلا انه في عندي text result dot text، اذا جملة طباعة يساوي عندي هون الجملة الاستدعاء اللي هي الفانكشن نفسه cost of item اقواس فارغ. هاي الجملة وين بدها تكون؟ بدها تكون عندي داخل الايفنت، ف
فالجملة هاي داخل الايفنت اللي هي جملة الاستدعاء للفانكشن الموجود عندي. نيجي على البرنامج التالي. الفكرة هون انه عندي one parameter برجع لي data type نوع بوليان، وفي عندي اكثر من جملة return. الان مين رح تتنفذ حسب الكونديشن الموجود عندي؟ مستحيل يتنفذ عندي جملتين return ابدا، فقط جملة return واحدة رح تتنفذ، اللي هي اللي بتكون دائما الكونديشن عندها صح او حسب القيمة بجملة الاستدعاء. الان جملة الاستدعاء مرة ثانية ممكن تكون text box the text يساوي اسم الفانكشن اللي هو is even capital small، ما في مشكلة، المهم انه يكون الاسم صحيح. is even خلينا نبعث اول شيء الرقم واحد، حتى انه احنا بنسال هل هو رقم زوجي او هو رقم فردي. فاول جمله استدعاء داخل الايفنت هي is even للرقم واحد. مباشره الدبليو راح ياخذ عندي الرقم واحد، يحكي الان هل الدبليو باقي قسمته على اثنين بيساوي واحد، اذا هل واحد باقي قسمه على اثنين كم يساوي؟ هي واحد، يساوي واحد صحيحه. فمباشره راح يعمل return false. شو معنى return false؟ يعني انهي البرنامج تماما وارجع لعند جمله الاستدعاء، فمباشره النتيجه هون راح تطلع عندي false، ما راح يكمل ابدا للجمله اللي بعدها. طيب لو انا استخدمت جمله الاستدعاء نفسها الان وغيرنا الرقم اللي داخل الاقواس، فاستخدمنا الان الرقم هون 4 بدل الرقم 1، شو راح تطلع عند النتيجه؟ حكينا ممكن يكون في أكثر من جملة استدعاء، فهي جملة استدعاء ثانية. فبعثنا الآن رقم 4، رح يستقبل الدبليو الرقم 4، بيدخل على الفانكشن، 4 باقي قسمة 2 هو 0، هل يساوي 1؟ إجابة خطأ. بينهي end if، ما رح يشتغل شيء بالإف ستيتمنت هاي أبداً. الآن رح يروح ينفذ شو موجود عندي بعد الإند إف، هي return true، فرح يرجع عندي بهي الحالة القيمة true. إذا حسب القيمة اللي احنا بعثناها رح يتم إرجاع قيمة في النهاية. مش مهم عندي أبدا إنه أكثر من جملة، المهم مين رح تتنفذ فيها. فهذا بيعتمد على الكونديشن إذا كان صح أو خطأ ومين أول جملة موجودة عندي. الآن قبل ما أروح على الصب بروسيجر خلينا نشوف another example على الفانكشن وعلى الريتيرن داتا تايب. فلو افترضت انه في عندي function اسمه function x بياخد no parameters ابدا return مثلا integer بشكل هذا. الان داخل الفانكشن انا بدي احكي له انه return 5 return 7 و return 10 end function. بعد جملة الاستدعاء ما كتبناها، جملة الاستدعاء لازم تكون داخل الايفنت منفصلة. فكيف راح تكون جملة الاستدعاء؟ ممكن احكي له txt box .text sorry خليها تساوي استدعاء اسم الفانكشن اقواس فاضيه لانه ما في عنده باراميترز، ما بيستقبل باراميترز ابدا. الان شو النتيجه من هذا الفانكشن؟ مباشره راح يروح يستدعي للفانكشن الموجود، ما بيستقبل باراميترز ابدا، بيدخل على اول جمله اللي هي ريتيرن فايل. شو يعني ريتيرن؟ يعني ارجع للمكان اللي تم الاستدعاء منه. فبرجع لي 5 وبينهي تنفيذ البرنامج تماما. ما رح يكمل بعد هيك أبداً، ما رح يشتغل أي شيء نهائياً.